بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى الدرس الثالث في الجزء الثاني الخاص بـ Enjeux des systèmes d'information أو كيفية تطوير منظومات المعلومات الخاصة بالشركات والمقاولات. إذا وصلنا إلى découvrir les différentes démarches utilisées par les méthodes de conception d'un système d'information. إذا قال سيدي ما هي الطرق المستعملة لي برمجة وتطوير نظم المعلومات. إذا هناك نماذج كثيرة أحبائي الكرام، وهناك دي موديل. فوالا، إذا هناك النموذج الأول أحبائي الكرام، ويسمى نموذج موديل أون كاسكاد. إذا موديل أون كاسكاد أو نموذج الشلال أو واترفال in English، وهو نموذج بسيط جدا سنقوم بشرحه. وهناك النموذج في على شكل حرف في، حيث أن هناك مجموعة من المراحل. إذا ما هي la conception de développement du système d'information et l'enchaînement. Donc, il y a l'enchaînement des étapes pour analyser et développer un système d'information. Il y a ni les modèles. الطرق هي مجموعة من المراحل المنطقية لتحليل وبرمجة منظومة معلومياتية. إذا هناك مراحل. إذا نقدر نقولوا لي موديل لي ميثود دو كونسيبسيون ولا شي حاجة. كاين الموديل اون كاسكاد أو الشلال. إذا هناك الجزء الأول خاص بسبيسيفيكاسيون، سنشرح ذلك. الجزء الثاني هو كونسيبسيون، الجزء الثالث هي ديفلوبمون، الجزء الرابع هو التيست، ثم الجزء الخامس وهو الاكسبلواتاسيون. وكذلك نقوم بالرجوع إلى أول شيء إذا كان هناك بعض الإشكالات أحبائي الكرام. إذا ما هي هذه الأشياء؟ إذا سبيسيفيكاسيون يعني تحديد أهداف منظومة المعلومات. ماذا نريد؟ فوالا، ماذا نريد من منظومتنا الخاصة بالمعلومات داخل الشركة أو المقاولة. وبالتالي هنا سبيسيفيكاسيون يعني نحدد، يعني تحديد الأهداف. فوالا، تحديد الأهداف. فوالا، تحديد الأهداف التي نريدها. إذا نريد تطوير حل رقمي للمقاولة، إذا يجب أن نحدد الأهداف. إذا هذا تحديد الأهداف أحبائي الكرام يكون خاضع لدفتر تحملات أو كايد شارج. إذا في دفتر التحملات، إذا في دفتر التحملات نقوم بجرد مختلف حاجيات المقاولة من الحلول الرقمية. إذا هناك طريقتين، إذا هناك حلين، إذا دو سوليسيون. يعني يا اما سوا دو ديفلوبي لو سيستم اون ابليكاسيون بور لو سيستم دانفورماسيون انترن، يعني تقنيي ومهندسي المقاوله هم الذين سيقومون بانشاء التطبيق الالكتروني الخاص بالمقاوله، او نقوم بجلب مقاوله لتقوم ببرمجه التطبيقات. فوالا، اذا قمنا باستدعاء احد المقاولات الخارجيه، يجب ان نقوم بكتابه دفتر تحملات او ما يسمى بكايت شارج. كايي دو شارج، دفتر التحملات، كايت شارج. فوالا، كايد شارج. فوالا، إذا سبيسيفيكاسيون يعني تحديد الأهداف، تحديد الحاجيات. إذا حاجيات كل فاعل. فوالا، إذا هنا أحبائي الكرام سبيسيفيكاسيون، فوالا، ثم لا كونسيبسيون. إذا لا كونسيبسيون هذه المرحلة نستعمل كما قلنا يا إما استعمال أحبائي الكرام اون ميثود. فوالا، اون ميثود دو كونسيبسيون. فوالا، اون ميثود دو كونسيبسيون، او وعلى طريقة نمذجة، او نستعمل اللونغاج دو موديليزاسيون. تطرقنا اليها ذلك في الفيديوهات السابقة. هنا يمكننا ان نستعمل مثلا لا ميثود موريز، وهنا يمكن ان نستعمل يونيفيد موديلي لانجويج او UML. اذا هنا نستعمل الطرق لي ميثود دو كونسيبسيون دي سيستم دانفورماسيون التي تطرقنا اليها في الفيديو السابق. ثم
ثم البرمجة أحبائي الكرام. ديفلوبمون يعني البرمجة، برمجة التطبيقات باستعمال دي لونغاج دو بروغراماسيون، لغات برمجة وخلق المواقع الإلكترونية. إذن كتبسيط لهذه الأشياء أحبائي الكرام، لطاب دو كين أحبائي الكرام لو كين لا سبيسيفيكاسيون كما قلنا لا كونسيبسيون وكاين ديفلوبمون. ديفلوبمون مرحله، اذا لا كونسيبسيون كما قلنا لا كونسيبسيون هي المرحله الاولى. فوالا هاد كونسيبسيون نقوم بمجموعه من الاشياء. اذا استعملنا لا ميثود موريز فوالا، او اذا استعملنا برمجه الكائن او انيفيد موديل لانجويج كهذه. اذا في الميثود دو كونسيبسيون هنا إما سنقوم باستدعاء ولا سنقوم بموديل كونسيبتويل دو دوني ولا موديل كونسيبتويل دو دوني، لاحظ أحبائي الكرام، ثم الموديل لوجيك دو دوني، ثم الموديل كما قلنا، ثم الموديل فيزيك دو دوني. اشنا هي الموديل كونسيبتويل؟ هما لي زانفورماسيون ديال المقاولة كاملة، دوني داتا، موديل كونسيبتويل دو دوني. والموديل لوجيك دو دوني هو عندما نقوم بتحويل المعطيات الى قواعد بيانات. اذا لا كونسيبسيون المرحله الاولى، الكونسيبسيون فيها بحال قلتي جوج مراحل. كاينه المرحله ديال استخراج مختلف العناصر لي دوني، المعطيات فوالا، المعطيات، ثم من بعد المعطيات فوالا، بعد المعطيات تنحصلوا على لا باز دو دوني، لا باز دو دوني، لا باز دو دوني. اذا هذا الميثود ديال الكونسيبسيون فيها جوج طريقه، استخراج المعطيات فوالا، والاخرى هي تحويل المعطيات الى قواعد بيانات، الى قواعد بيانات دي باز دو دوني فوالا. اذا هذا الميثود دو كونسيبسيون راه فيها جوج الحويجات، تطبق الام سي دي. شنو الام سي دي؟ هما المعطيات كما قلنا. وهنا هذا الموديل فيزيك دو دوني والموديل لوجيك دو دوني راه هو لا باز دو دوني، هو قواعد الاما اكسس والاس كيو ال سيرفر ولا اوراكل اكسيتيرا فوالا. اذا استخراج المعطيات، نفهموا شنو هي خويا استخراج المعطيات. شنو هو المعطيات؟ تخيل دابا حنا في شركه ديال انتاج مثلا زيت الزيتون و مثلا منتوجات الزيتون. اذا شنو هما لي دوني عندنا؟ بعدا كاين هاد ليطاب دو سبيسيفيكاسيون عطاتني بان عندنا دي كليون، بعدا كاين عندنا دي كليون، عندنا دي فورنيسور، مزودين ديال السلعه فورنيسور فوالا. عندنا مثلا هادو دي كليون، عندنا مثلا دي زومبلواي، عندنا دي زومبلواي، عندنا دي جيستيونير اكسيتيرا. اذا كل واحد تنعطيو لي بوزوان ديالو. اش بغى هاد الكليان؟ بغى يشوف مثلا شيفر دافير ديالو، بغى يدوموندي دي ريدكسيون. الفورنيسور اي بيرمي دو فورنير لي برودوي، بيرمي دو دوموندي دي فاكتور. لومبلواي بيرمي دو دوموندي دو كونجي، ايفيكتوي دي تاش، امبريمي دي ستاتستيك اكسيتيرا. مول جيستيون هو كذلك مثلا امبريمي دي بولتان دو بيرفورمانس مونسيوال، مثلا دوموندي ان كونجي، مثلا دوموندي ان اتيستاسيون دو ترافاي، دوموندي ان اتيستاسيون دو سالير. اذا كل واحد كل موظف، كل مثلا لي كونديكتور، دوك الناس اللي هذوك الشوافريه اللي تيدوا لنا السلعه حتى هما، كل واحد والحاجيات ديالو. هذه هي لا ميثود، هذه هي سبيسيفيكاسيون. سبيسيفيكاسيون نشوفوا كل اكتور وشنو هما لي بوزوان ديالو. اجي نشوفوا شنو هما المعطيات، شنو هما لي دوني يا صاحبي؟ لي دوني هما مثلا النيميرو ديال الكليون، مثلا لو نون ديال الكليون، مثلا لادريس ديال الكليون، مثلا النيميرو ديال البرودوي، مثلا الكونتيتي اون ستوك ديال واحد البرودوي، البري ديال واحد البرودوي فوالا. اذا لاحظتي هنا تندير واحد ديكسيونير دو دوني. شنو هو ديكسيونير دو دوني؟ واش ترجم لنا هاد الحويجات هنا؟ نيميرو تنكتبوا بحال هكا، نيميرو دو كليون فوالا. هنا تنقولوا نون دو كليون، دو ديكسيونير، تنديروا ابريفياسيون وتنديروا لها المعنى ديالها. اذا شنو هاد لي دوني يا صاحبي؟ لي دوني المعطيات، وتستخرج كاع المعطيات ديال لي برودوي، ديال لي فورنيسور، ديال لي كليون، ديال اكسترا، تجمعهم كاملين ديال لي دوني، وتستعمل واحد اللعيبه. هذا هو الموديل كونسيبتيال دوني، العلاقه بين هاد لي دوني، وعاد تعيط على هاد الامل دي. اسمح لي دابا هنا، ماشي الهدف ديالكم هو تدخلوا في لي ديتاي، وعلى لان هذا اختصاص بوحدو، هذا هو اختصاص ديال البرمجة المواقع الالكترونيه الكامله او الابليكاسيون موبيل اكسترا. هذه راه تدخل في الديفلوبمون. مثلا شنو هو الام سي دي؟
باش نفهمه وصافي ونعاد ندوزو. لام سي دي تنستخرجوا منه الامل دي اللي هو لا باز دو دوني، هو قواعد البيانات. شنو لام سي دي؟ لام سي دي مثلا تقولي ملا ان كليون، حتى تقول ان كليون زبون عنده لي دوني ديالو، نيميرو دو كليون، نون دو كليون، وتقول بان مثلا هنا برودوي فوالا منتوج، نيميرو دو برودوي مثلا نون دو برودوي، بحال كل ام سي دي هو في اونتيتي غولاسيون. هادو تيتسماو دي زونتيتي، اونتيتي وهادي تتسمى اونتيتي، وكاين دي غولاسيون بيناتهم. نقولو كليون ايل اشيت، ايل اشيت ان برودوي، وكاين دي كارديناليتي تنقولو بلا ما، غير بغا نقول لكم بلا ما ندخلو في لي ديتاي، نتوما صحاب الجيستيون وصحاب الانفراستركتور ديجيتال، ابغا نقول لكم كيفاش القضيه، كيفاش نواد ام سي دي هاد الموديل كونسيبتي دو دوني، فيه دي زونتيتي وفيه دي غولاسيون. هادو تيتسماو دي رولاسيون، وكاين دي كارديناليتي تنقولو كليون ايل اشيت على القليله برودوي واحد ولا بزاف، وان برودوي تي اش تي تيشدو كليان واحد ولا تيشري كليان واحد ولا بزاف. اذا هنا كيفاش غنحول هاد لي زونتيتي رولاسيون لباز دوني؟ تنستعمل دي ريغل دو باساج. هاد لي ريغل دو باساج كاينين في الامل دي. هنا تتولي عندنا واحد لا طابل سميتو كليون، فيه نيميرو دو كليون ككلي بريمير، مفتاح اولي، نون دو كليون، وكاين عندنا برودوي احبائي الكرام، فيه نيميرو دو برودوي وفيه البري ديالو وفيه النون ديالو كلي بريمير. وهاد الشيء مادام عندنا ان بليزيور تتحول حتى هي لطابل جدول، فوالا فيه نيميرو دو كليون وفيه نيميرو دو برودوي، وهادو بجوجهم تيكونوا عباره عن مفتاح اولي. هادشي غتقراو ان شاء الله في الباز دوني، يا يعني اما اكسس ولا شي حاجه كليون سيرفر. اذا مرحله احبائي الكرام، لا كونسيبسيون هي تنجردوا لي دوني، تنجردوا كاع لي دوني وتنحولوهم لقواعد بيانات من الضمين، اون يوتيليزون دي لوجيسيال دي اس جي بي دي، دي سيستيم دو جيستيون دو باز دوني. من بعد تنديفلوبي، شنو تنبرمجوا؟ هادي ماشي اختصاصكم، هادي حك دابا ني تندير سيستيم د انفورماسيون فيها اختصاصات بزاف، تيكون لاناليست والمحلل، الديفلوبر والمبرمج، الادمنستراتور الريزو تيمشي لهاد ليكسبلواتاسيون، كاين الناس اللي متخصصين في التيست، كاين الناس اللي متخصصين في الجيستيون، بزاف ديال الناس تيخدموا على هاد البروجي باش يولي بروجي، راه بروجي كبير. اذا ديفلوبمون هو البرمجه، والتيست هو تنتاكدوا داكشي واش مزيان ولا لا، وليكسبلواتاسيون هو اننا تنشريو بي سي اس ولو ماتيريال، تنشريو ماتيريال المقاوله ديالنا فوالا، وتنربطو تنديرو الكابلاج وتنربطو كاع كل موظف تنعطيوه بي سي ديالو، وتنديرو دي زامبريمون دي سويتش دي سيرفر اكسترا ديال ليكسبلواتاسيون، ونبداو نانستاليو هادوك اللوجيسيالات اللي صايبين صحاب الديفلوبمون. اذا ديما اللي تيهمني غتقول اصاحبي الميثود الشلال او الموديل شلال او موديل تكراري يتكون من سبيسيفيكاسيون كونسيبسيون، غادير بحال هكا كونسيبسيون ديفلوبمون تيست اكسبلواتاسيون، هذا هو بحال هكا تقول هذو هما المراحل. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء احبائي الكرام. الى شوف حتى هذا الموديل اون في حتى هو نفس الحاجه، ولكن فيه هي سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل كونسيبسيون جينيرال، يعني واحد الكونسيبسيون بصفه عامه، تندخلوا هنا للديتاي كونسيبسيون ديتايي كل حاجه بعدا، تقدر دير لي بيكيج كل حاجه بعدا، رياليزاسيون تدير رياليزي تبرمج، دابا كانت سميتها ديفلوبمون ولا دابا سميتها رياليزاسيون. كاين لي تيست اونيتير، كل وحده تندير ليها تيست ديالها واش مقاده ولا مقاداش، تيست دي انتغراسيون حتى هي التيست ديال الادماج، ثم الفاليداسيون اي روسيت، ثم تنفاليديو البروجي ديالنا. اذا لاحظتي نفس المراحل، ولكن هنا بطريقه سميتها طريقه في تتم غاديه بحال هذه الطريقه. هذه كانت في السبعينات الثمانينات، دابا حديثا كاين نموذج سبيرال هو الذي سنتطرق اليه. اش يهمنا خويا هادشي خلاصه؟ تيهمنا الا قال لك اخويا لي موديل دو كونسيبسيون دان سيستيم دانفورماسيون، غتقول ليه اخويا اكزيست لو موديل اون كاسكاد، وغتقول ليه اكزيست لو موديل اون في. الا قال لك شنو هما لي زيتاب ديال الموديل اون كاسكاد، غتقول لي اخويا سبيسيفيكاسيون الكونسيبسيون ديفلوبمون تيست والاكسبلواتاسيون. الاكسبلواتاسيون هو الاستغلال، تيست هو الفيريفيكاسيون، ديفلوبمون هي البرمجه، والكونسيبسيون هي استخراج المعطيات، والسبيسيفيكاسيون هي تحديد الحاجيات. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في اخر طريقه ان شاء الله، وهي طريقه سبيرال، وهي احدث ما يوجد وسنقوم بشرحها.